السلام عليكم. اليوم رانا في منطقة أرديس، يعني في منطقة المحمدية، ونروح نشوف الأشغال نتاع الجسر الجديد هذا اللي راه قيد الأشغال تقرب النهاية نتاعو، يدخل في إطار التوسعة تاع طريق الجزائر الدار البيضاء. إذن هنا تم إنجاز جسر أو إضافة جسر إلى الجسور الموجودة حاليا، هو يدخل في إطار التوسعة هذه كما قلنا نتاع التوسعة نتاع الطريق نتاع الدار البيضاء إلى الجزائر العاصمة. وهنا نشوف أنه فيه ورشة. اليوم رانا في نهار تاع السبت، إذن ممكن أن نتابع الأشغال هذه ونشوف انه فيه اشغال تاع الكونفورتمون، يعني تاع تقوية الاساسات تاع الجسر، وكذلك تاع توسعة الليبروتال، توسعة تاع الليبروتال هنا باتجاه الحراش. ومن هنا نشاهد التوسعة تاع الليبروتال هذه. إذن هنا تم التوسعة تاع الأبروتال هذه باتجاه إذن الدار البيضاء. وهنا رانا الآن نشوف الجسر هذا. هذا هو الجسر الجديد الذي تم إنجازه لتوسعة إذن الطريق نتاع الدار البيضاء، مطار هواري بومدين باتجاه العاصمة. تم إضافة رواق، وفي بعض الأحيان تمت إضافة زوج أرويقة في الطريق هذا، الطريق هذا اللي رانا نشوفه فيه. إذن هنا تم إنجاز هذا الجسر لتوسعة الطريق هذا، وفي أشغال كبيرة هنايا لتوسعة الليبروتال، سكون أبل الليبروتال، وتوسعة المحول هنايا باتجاه الطريق تاع الدار البيضاء. نترككم إذن تتابعون ما تبقى من الفيديو، والسلام عليكم.